أهلا بكم في النشرة الرياضية. حسم لاعبو فريق المنامة الجولة الأولى من نهائي السوبر لكرة السلة بتغلبهم على غريمهم التقليدي الأهلي ب 68 نقطة مقابل 63، وذلك في المواجهة التي أقيمت بينهما على صالة اتحاد كرة السلة بأم الحصم، ليقطع المنامة نصف المشوار للتتويج باللقب، إذ يتبقى عليه الفوز في المباراة الثانية التي ستقام بينهما يوم السبت المقبل. واصل فريق الحد حامل لقب دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم نزيف النقاط عندما تعادل سلبا مع الحالة ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة، ليرفع الفريقان رصيدهم من النقاط إلى نقطتين من تعادلين. أعلنت إدارة نادي الرفاع الشرقي لكرة القدم ممثلة بالأمين المالي محمد الزايد وأمين السر صلاح الشاعر بالنيابة عن رئيس النادي الشيخ ناصر بن خالد الخليفة، أعلنت عن توقيعها لعقد رعاية من شركة إنفوناس للاتصالات لموسم واحد بقيمة 25,000 دينار لتصبح بموجبها الراعي الرسمي للنادي. وتقدم الأمين المالي لنادي الرفاع الشرقي بالشكر للشركة على مبادرتها في تقديم الرعاية والدعم للنادي.